خاصة تلاميذ المدرسة الأوروبية الخاصة تواصل المدرسة في تقديم دروس الفيزياء للمستوى النهائي تحضير البكالوريا 2020 إن شاء الله. نتكلم عن حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية. نتكلم عن ملخص الدرس. أولا الحركة الدائرية المتابعة. إذن نعرف ما معنى الحركة الدائرية المتابعة. الحركة الدائرية المتابعة. الحركة الدائرية المتابعة. هي حركة مسافة تبتدئ وسرعتها ثابتة قيمة ومتغيرة الاتجاه. إذن هي حركة. هي حركة. مسار دائر وسرعة ثابتة قيمة ومتغيرة الاتجاه ومتغيرة في الاتجاه. لوجود السرعة نتكلم عن التسارع. إذن بالنسبة للتسارع التسارع هو المعنى التسارع المدرسي والتسارع النهاري. التسارع هو التسارع المدرسي والتسارع النهاري. نعلم أن التسارع المدرسي هو عبارة عن مشتق السرعة بالنسبة للسرعة تساوي دي على دي تي ويساوي سرعة لأن السرعة ثابتة فقيمة مشتق ثابت معدوم. التسارع النظري معناها يساوي بي مربع على ار هو نسبة الضوء بي هو السرعة ويساوي ثابت. وبالتالي التسارع التسارع النظري الان هو التسارع النظري. هو ثابت ومنكسر نتكلم عن الضوء. الضوء تي هو زمن دورة كاملة. تي تساوي اثنين ار على بي وحدته ثابتة وحدته اس وحدته والثابتة. الآن نفرض كوكب يدور حول الشمس أو قمر اصطناعي يدور حوله. نعلم أن مسار الكواكب إهليجي. مسار الكواكب إهليجي والإهليج له بؤرتان آف وآف تح بحيث تقع الشمس في أحد البؤرتين. إذا نفرض اصطناعي ثالث نيوتن هناك تجاذب بين الأرض والقمر الصناعي. هناك تجاذب F فعل S يساوي F S على T يساوي في N الأرض في N خطي على R مربع وال مربع حسب قانون الجذب العام. هناك تجاذب بين الأرض والقمر الصناعي M T هي قطر الأرض أن أسي قطر القمر الاصطناعي وآب هو البعد بين مركز القمر الاصطناعي ومركز الوجه هو ثابت التجاذب الكوني. إذا جينا من ذلك 16 في 10 11 وحدته نيوتن في الميتر مربع في الكيلوغرام و52 هذه وحدة. إذن وكذلك القمر خاضع لتأثير ثقلي. إذن القمر خاضع لتأثير ثقلي بالنسبة للأرض. إذن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن
مرجع الجيوم الكثير الذي نعتبره غاليليا مجموع الذهب الخارجي ثم القوى الخارجية يسمونها حيث التساوي النقدي للآن هذه القوة هي نفسها قوة التداول هذه القوة هي نفسها قوة التداول وبالتالي M عن تساوي في M M S S M M مربع نختصر M S عن S لاحظ بأن التساوي الناقص يساوي G M T على L مربع عبارة التساوي ثابت ونظيف التساوي إذا ثابت إن كلها مقادير ثابتة ونظيفة الآن السرعة لاحظ السرعة أن يساوي ب مربع على إذا قلنا التساوي المماسي كانت الحالة العادية لو كيف كان أن نكتب ب مربع على L يساوي جي أم دي على L مربع وبالتالي ب تساوي أو ب مربع تساوي نختصر المربع على L اسمح لنا جي أم دي على L ومنه ب السرعة المقابلة يساوي جي أم تا على L عبارة السرعة المقابلة سرعة المقابلة يساوي جي أم الآن عبارة الضوء عبارة يساوي 2 بي يساوي 2 بي ار ال وتساوي 2 بي ال على في كل حزب جذر ال على جي ال لتنظيم ندخل ال داخل يربع اذا ال يصبح ال مربع في ال بالتالي تي تساوي 2 بي جذر ال اس ال على جي ام تي هذه هي عبارة الضوء هذه عبارة الضوء الضوء عبارة السيف أول كلمة أولين القانون القانون ما سالك فوق ولكل كبله ما سالك واكب الهليجي ما سالك واكب الهليجي ما سالك واكب الهليجي بحيث تقع الشمس في احد محاور وتزداد سرعة
الكوكب كله اكثر من الشمس. كل ما تزداد سرعه الكوكب كل ما اقتربنا من الشمس. Yeah.
في هذا القضية بيان. وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.